السلام عليكم يا أصدقاء. سؤالي اليوم، هل المياه الحنفية في السعودية آمنة للشرب؟ كان أنا كرحال في أي بلد بسافرها، قبل ما أسافر بعمل دراسة كده عن البلد اللي أنا بسافرها، ومن ضمن الأسئلة المهمة جدا اللي أنا بسأل نفسي ليها، هل مياه الحنفية آمنة ولا لا؟ بناء على المعلومات اللي أنا استقطها من مصادر معتبرة، وجدت أني في 99% من المدن والقرى السعودية المياه آمنة تماماً، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. وصلت امبارح مدينة اسمها ثول، دي مدينة 60 كيلومتر شمال جدة، ورحت اتغديت في مطعم هندي، أكل جميل جداً، ولكن كهو معروف الأكل حراق وملح وطعم جدا وجميل جدا، ولكنه بيعطش جدا. كان معايا ازازتين مياه، وخلصت المطعم ورحت كما هي العادة في كل المدن الساحلية أدور على مكان تخييم مناسب على الشاطئ مباشرة. رحت وكمان عمت في المياه المالحة، خرجت بعد العوم عطشان جدا بعد الأكل الهندي وبعد السباحة في الماء المالحة. خلصت الإزازتين والعطش مش انطفى زي ما يكون بيزيد، وعندي كسل رهيب إن أنا أرجع المدينة أشتري مية معلبة. فرحت في الحنفية ومليت إزازة المية، مليت إزازة المية دي وقلت هجرب بناء على إحصائية الأمم المتحدة أو بالأصح منظمة الصحة العالمية، المفروض المية آمنة. حقيقة الأمر إن المية أكيد آمنة، عشان طعم الكلور واضح جدا. طبعا طعم الكلور واضح، معنى كده ان مفيش اي بكتيريا او اي فيروسات خالص في المية، فهي اذن امنة. ولكن يبقى السؤال، هل هي مستساغة؟ الاجابة قطعا لا. طيب الحل ايه؟ الحل ان طعم الكلور ده المية دي انا لو سبتها حوالي 10 ساعات او 12 ساعة على جنب، الكلور هيخرج من المية ويطلع السطح، ولما افتح كده هيتبخر، والمية هعرف ساعتها الطعم الحقيقي للمية. خلونا نعمل التجربة دي ونجرب بعد 12 ساعة طعم المية هيكون عامل ازاي. عودة الى المية بعد ما قعدت 12 ساعة ونشوف الاختبار بتاع الطعم. احنا خلاص تأكدنا ان هي امنة وفقا لمنظمة الصحة العالمية، نشوف دلوقتي مدى لو مستساغة ولا لا. المية مش بس مستساغة، المية حلوة، المية ممتازة. صدقا أنا أتحدى إن حد يشرب المية دي ويشرب مية معلبة ويعرف يفرق ويقول مين المعلبة ومين مية الحنفية. أنا متفاجئ. مفيش ذرة طعم كلور خالص. وسأزيدكم من البيت من الشعر بيتا. تكملة الدراسة اللي أنا قريتها بتقول إني اتعملت دراسات على المية المعلبة
ومية الحنفية، ووجد أن زي ما أنا استشفيت أن مستوى الجودة واحد، بل وهنا المفاجأة أن مية الحنفية بتتفوق على مية المعلبة في كثير من الأحيان. وجد أن نسبة النيتريت ونسبة الصوديوم ونسبة بعض الأملاح أعلى في المياه المعلبة عن النسب المقبولة عالميا. يعني مختصر القول، سواء أنت رحال أو أنت عايش في السعودية، المية تتعبى وتتركن في التلاجة لمدة يوم، تتشرب بعد يوم، تتشرب بعد يوم آمنة تماما. والأحسن كمان لو كمان في فلتر فهي آمنة 1000%، وتوفر فلوسك وتوفر كمان تلويث الطبيعة بالبلاستيك الملعون، وتوفر في كل شيء. تحياتي.